الشرقي رئيس جول حيد امام سيدريك خالد البركه على اليسار فيليب كيش هاريك كامبوس دي سوزا وسعد السنوني هزال هزاب ويكني وسليمان دوكب خايف محمد خبراني ينقل كرته في الامام لدى سعيد المولد سعيد بكره عكسيه مرت من امام جلد النادي الاهلي ماركو على الكره يرسل كره عاليه خروج بتوقيت مناسب من الدول الجزائر حضور ايضا بعد ذلك الى رميه جانبيه سرعان ما نفذت حسين عبد الغني ودور في الصناعه جانيني على الكره سيطره بعد ذلك بالقدم اليمنى تاتي الى يدي حديث ياتي عن يوسف ابراهيم يبدو اللاصق ربطه على الراس واذا استدعى الامر لتغيير القميص من يعول عليه هجوميا لدى خالد الاطوي بجانب هزاء الهزاء لاعب يملك خبره كبيره كذلك هنالك للقاء لا يعرف التعادل في سنوات التسع الاخيره يلعب كره لدى سيد المولد يلعب كره لجانيني وبعد ذلك تبعد على مرمى الاتفاق كره اخرى ايضا من سيد المولد لكن سعد ربيعي بجانب صدري ويرغب في الانتصار يرغب في الفوز يرغب في خانه الظهير الايمن لدى الاتفاق كتغيير اضطراري حسين عبد الغني يفكر بتسديده بهذا الشكل وصل السهله الاصلي لشوط لقاء اول شوط حتى الان يبدو متوسط بعض الشيء هنالك بطاقات الصفراء سيد المولد يلعب كره طوليه لكن الراسيه جاءت سهله من جانب ملعب الشرايا وحتى ونحن نقترب من المضي بحث اتفاقي وسوزا بالتسديد الله شوفها شوفها قويه عانقت شباك لبسليم عانقت شباك ياسر باقدام كثير من المتغيرات هنا ما بين الاهلي وما بين الاتفاق ماركو يرسل كرة على القائم البعيد رأس بورش هذه المرة لا يجد صعوبة في نفس التغطية مرور من سعيد كرة عكسية ومرة أخرى قايس جنيني خذوهات وكرة عالية ورأسية القهوي وفي الأخير رأس البولشي هذه الإعادة لكرة ماركو مارين ورأس البولشي تلقى من سعيد محاولة للصناعة تقدم والتمرير حافظ المؤشر مر المؤشر مرر والكرة بلا عنوان لدى بول حيب على مرمى هذا العملاق الجزائري غير ذلك وصافرة تأتي هنا لإعلان نهاية أول شوط ثاني يبدأ من خلال إيجروس في دقيقة في ساعتي تركي الخضير نقضيها واياكم في هذا الموسم ومن امام الاهلي ان تكون الامور غير يقف على التفيد الجزائري بينما الجزائري الاخر رئيس بولحي في مرماه لا يلعب كره لا يبدو بجاهزيه لذلك لم يبدا به اللقاء يعاني من بعض الالام لكن هنا يزج به في شوط لقاء ثاني خاطئه واصله لدى رئيس بولحي امر طبيعي التسرع ان يكون بلا ادنى شك هذه الكره بين بلايلي خضير فيليب كيش وسيدريك ايضا قمصان اتفاقيه عبد الفتاح حسيني بتسديده ولا مرتين رئيس يلعب كره يوسف بلايلي ينتظر لا يعطي التمريره لمست يد الجزائري وبعد ذلك القرار كان قريب شاهد اللقطه الماضيه رأى من خلالها لمسة يد وبعد ذلك أعطى الراية والإشارة لي لدى الأهلي بينما الاتفاق لا يجري التغييرات ويحتفاني يأتي بوليد المغربي الجديد القادم بديلا لهزائي كرة تلعب ماركو مارين التغييرات تأتي والنتيجة لازالت اتفاقية التقدم لا زال هنالك كرة في الجانب
على يسر مرور لبلايلي، مراقب محاصر من ثلاث لاعبين، لايلي يقع والاستمرارية ترى الاتفاقي الدائم. الكرة لدى يوسف بلايلي، ما سيدر بهاي، بلايلي يبحث عن تمريرة آخر لقائين، يعرف ذلك جيدا. طلبات بالعودة لكرة يوسف بلايلي ومحمد الكويكبي، مطالبات من الصافرة تأتي، فيليب كيش وليب سليم وكورة، الله وصمت يخيم في مدرجات ملعب الشرايع لدى النادي الأهلي. للتواجد في الأمام يوسف بلايلي بالكرة، يوسف يحاول بعد ذلك التمرير لدى عبد الفتاح، كرة للخلف، لديهم سابق فوز في مكة ويبحثوا إسراب لكنها في الشباك من الخارج. يوسف بلايلي، كرة خطيرة للأهلي، يتأخر بلايلي وبعد ذلك يفقد خطورتها، لازال يحاول محنشي في التغطية، الله فريق الأهلي هذا الاتفاق الكبير. نعم لديه صولات وجولات وتاريخ لا يتم تجاهله، سواء على صعيد ولاة الخليج، حضور كبير كثير. الصد يأتي أيضا من ثلاث لاعبين، كان للأهلي عودة في اللقاء، ربما تكون هذه الكرة الثابتة. بلايلي يلعب كرة عالية راسية، الله لمقهوي، يعيد الأهلي ويقلص الفارق وبرأسية المقهوي على الكرة الصناعة من بلايلي، ارتقى حسين، كان وحيدا، كان بعيدا، وضع الكرة في زاوية الأصحاب على رئيس بولحي، أراد سوزا أن يضايق وبعد ذلك يأتي له ركنية. الأهلي والبحث عن الاستفاقة في هذا التوقيت المدرج. لاعب الأهلي يتقدم للأمام، عبد الفتاح يلعب كرة عالية بقبضة اليد، يغير كرة على اليسار، استلام من بلايلي، بلايلي يبحث عن كرة صناعة هدف ثاني، يقع بلايلي، أوهو رد الأسرار لا زالت لم تنتهي، ليلة الشرايا مليئة بالأسرار. بلايلي يقع، يوسف في اللقطة الماضية يكسب ركلة جزاء، بلايلي يصنع الفارق وبنصف أداء، يا لها من أجواء في هذا التوقيت. هنا في الشرايا الكرة لدى يوسف بلايلي ورايس بولحي، بلايلي ومبولحي وركلة جزاء للأهلي، هل تكون تعادل أم يتصدم بولحي؟ الكرة في الشباك، من خافوش إصابة، 2-2. شوف بلايلي وقف في بولحي، عارف لا فاهم لا، أرسل الكرة ليعادل الأهلي، كذا يردد عاشق الأهلي. 2-2، لا زالت ليلة تادة ربما تكون تاريخية، رومونتادا بماركة أهلاوية، الكل ينتظر، الكل يترقب، الكل يشاهد يوسف بلايلي على كورة، الله 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 الله، خيال يا هلالة ما نخافوش احنا، بلايلي عندنا ما نخافوش احنا، بلايلي عندنا، اضرب يا يوسف، اظهر يا يوسف، فقد جاء بك الاهلي من اجل